الزمالك بيربط مكافآت الدوري بالاستمرار في الصدارة. نادي الزمالك ومصدر داخل نادي الزمالك بيصرح لنا ان هيتم ربط المكافآت الخاصة بالدوري باستمرارية تواجد نادي الزمالك على قمة جدول الترتيب. نادي الزمالك زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي متصدر لقمة جدول الترتيب، بس طبعا النادي الاهلي عنده لقاءات مؤجلة كتير. فنادي الزمالك او ادارة نادي الزمالك بتبحث ربط مكافآت الدوري وصرف مكافآت الدوري باستمرار نادي الزمالك على قمة جدول الترتيب كنوع من انواع الدافع والحافز للعيبة ان هم يفضلوا مستمرين في تقديم النتائج الجيدة للحصول على مكافآتهم.